سوق قديم قدم المدينة، إنه سوق القريعة، بها يمكن أن يجد المرء كل شيء معد للبيع. سوق يعتبر أحد أعرق وأشهر أسواق مدينة الدار البيضاء، عرف بأنه اجتمع فيه ما تفرق من غيره. سوق القريعة يضم أسواقا تجارية مختلفة ومتعددة الاختصاصات. سوق العيون الذي تطل واجهته على شارع محمد السادس، أحد هذا الأسواق، هو عبارة عن محلات لبيع جميع أنواع الطيور والأسماك. كاين الطيور اللي كتعيش هنا، في كنديروا ليه الفاج ديالها، لي زانسي بارابيل، كالوبسيت، الكناري، بيروش، مونداران، هادو هما النوع اللي كنبيعو هنا. حنا عندنا دابا راكان بوسون روج، كوميت، سكالير، كاين اللي كيعيش في المبارد، كاين اللي كيعيش في المسخون. اليوم طلب بزاف حال هاد الحوت الاحمر هذا اللي كتشوفوه هنايا، وداك الكوميت اللي كاين ليه ملون. سوق العيون يعرف إقبالا منقطع النظير، ويتوفر على أنواع نادرة من الطيور وبأثمان باهظة. الأراكين، شحال غريغابون، كوت ديفوار، أمازوني، كاين بيروكياش مخلطين هنا، كاين بحال هاد الأرا هادي كدير ديك حتى 4 مليون بحال هكا. كوبل ديالك جويجه نتوادكر، وكاين هادي بوحدها كتكون فرادية بوحدها كدير ديك 6 مليون ونص. اندريسيا هادي عنبر فراشة تديرها 150 فرنك، هذا الكوكي دير 1300 درهم، هذا الطومبرول دير 1000 درهم، هذا كابيتشو دير 1700 درهم، هذا الطوسي انديه دير 90 فرنك. يظل سوق العيون مقصدا للمولعين والمغرمين بالطيور من جميع انحاء المملكه.